أنت شخص جذاب كتير، وفي فرق كتير كبير بين الرجال وبين الذكر، وأنت شخص بتجمع الاثنين بنفس الوقت. لازم نتقرب من بعض أكتر. أنا ما رح أتركك ديمو. بتعرف شو؟ لازم نشتري علاقات. هذا الحلو قاتلني يا عمتي. أنوشيلا، أنت بحياتك قابلتي ذكر ورجال بنفس الوقت؟ شو هالحكي؟ ما في فرق بين الرجال والذكر. يلا قوم لشوف، لا تطول، قوم على الأكل. أول بدي روح على الحمام. लड़की बड़ी अनजानी है सपना है सच है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही दीवानी है بابا يلا تعاكل ديمان بدي جيب براد جديد ماشي وامي قال تشربوا عصير يقطين مر كل يوم شو بدها فينا شكرا ماما عم قول انه نصايحها كتير ظريفه مفيده لانه امي عندها نظره وبتفهم بكل الامور ولهيك ماشيين بامرها شوف الرساله ولا شيء يلا شفتوا كيف انا لهيك ما كان بدي موبايلي يزعجني ديمان ليش عم ترجف شبك هي ميتاي عم تنزل تطبيق أنا بدي أمشي جسمي عم يرجف منه لحاله آسف تعي شوي تعي تعي شو فيها المساج هون مو مساج هي مسج نفس الشي خلصينا إذا أنت عازي احكي مع جولي شوف يا ديمان المفروض تدير بالك من هدول البنات ليك صحيح تتذكر خالي اللي ساكن بمودوبور هو كمان اشترى موبايل جديد وقعد يتعلم عليه قام هو بالغلط بعت رسالة لبنت وهي ردت عليه وبعدين هي عزمته على غرفة بفندق ايه وبعدين؟ أول ما فاتوا كانوا لابسين تيار اسمع وهي سرقت جزدان مصاري من جيبته وراحت وخسر وقتها كل شي معه ايه هي لانه خالك ما عنده شخصيه خلص بس ولهيك هي ضحكت عليه يعني مو معقول انه مره ما بعرفها تبعت لي مساج قصدي تبعت لي مسج وانا رد عليها شو انا ما عندي مكانه يعني او ما عندي سمعه مثلا انا زلمه ديمو شوف الرساله بسرعه يلا دقيقه بابا انا بدي اسالك بفوت على الحمام كم مره بتفوت على الحمام باليوم مو بايدي لانه عندي امساك Mm-hmm.
شو هالصوت؟ بابا؟ ولا شي، بس موبايلي وقع جوا. ديمو؟ ديمو شو عم يصير جوا؟ بابا؟ شو صاير؟ ديمان؟ شو في؟ يا بابا استاذ ديمان، لك شو هالأصوات؟ لك علقت. علقت؟ عرفت شو؟ ايه اكيد من الاستاذ. بابا ديمان افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب ديمان. لك شو عم تعمل ديمو؟ شو هالقرف يلي عم تساوي؟ انت شو عم تطالع من هون؟ هي نزلت لتحت انو. المفروض انها تنزل لتحت، ليش بدك تطالع؟ ما عم تفهم ديمو. لا، موبايلي هو يلي وقع جوا ومدت ايدي لطالعه، قام ايدي علقت جوا. ايده علقة جوا. واحد اثنين ثلاثة اسحبوا، واحد اثنين اسحبوا. يلا يلا قوم، تعال غسل ايدك. في عندك عطر؟ ليش عم تبخ منه على كل جسمك؟ هذا عطر نسواني. مو مشكلة، لازم الواحد يهتم بحاله هالايام ويكون انيق كمان. شو ميتا؟ كيف طالع؟ مثل العادة. شو الجديد؟ ما بتتغير. نعمة. شوف ديمو، لا تخلي حكي يأثر عليك، بالعكس طالع كتير حلو وأحلى رجال بالدنيا. بس انت قلي، وجعناك وقت سحبنا؟ لا لا، أنا منيح وشكراً على الحكي الحلو حبيبتي، ماني زعلان. بدك تغير قميصك؟ خليني أفكر، رح ضب لك الغداء. ايه ماشي، ضبي. ميتاي روحي ضبي الغداء وخليني أشوف شو بدي أعمل. بيريا شو الأخبار؟ يلا طمني، كل شي تمام ومزبوط؟ ايه كل شي تمام، ومو ناقصنا شي، وعم نواكب الدنيا مثل ما بيقولوا. اوه شو هاد؟ استاذ انت كمان صرت مدمن على موبايلك؟ ايه هيك شي. الو وينك؟ انا بالباص رايح على المكتب. وانتي؟ انا عم اتحمم، بس ما عندي حدا يحط لي شامبو على جسمي. معقول؟ شبك ديمو؟ ولا شي، بس أنا كنت عم بسأل إذا فيكي تبعتي لي صورة. أنت متأكد؟ ورح تقدر تمسك حالك؟ لك لك، كما نحن عم نحكي عن صورة مو أكتر من هيك. فكرتك عم تطلب مني شي أكتر من الصورة. يعني قلي أنت بدك تشوفني؟ ببعت لك صورة مميزة؟ بقصد بعتي ايه؟ معناتها خلص بشوفك وبخبرك بأي وقت، ومنكون بس انا وانت لحالنا. شو رأيك بهالشي؟ معك حق. تشك تشك تشك. طلع عليه شو مبسوط. تشك 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 تشك. شو؟ شكو شكو شكو. شو هي شعوزة؟ لا لا ولا شي. مو معقول. كنت عم شوف. برأيك أنا هلأ مو مبين رجال؟ ليش شو كنت أنت؟ انسى يا زلمة. لحظة بس، بعد شوي. طلع عليه. بتلاقي لي على مركز ريفرسيد؟ لحظة بس، وين بيصير مركز ريفرسيد؟ ديمان اللي عندك مشكلة إذا لبست فستان كتير مسير؟ مسير؟ نوب. طيب ديمو، بحياتك عملت علاقة مع حدا غير مرتك؟ لا لا، شو هالحكي؟ وحابب نجرب هالشي؟ ايه ايه، بس ما بعرف، بيجوز. لا انت شاب محترم كتير. شو هلأ بدك تشوفني؟ ايه ايه، لك انا بشوفك بمركز التسوق. ماشي. واخيرا راح اشوفها. شوف اخي خراج، أزمة منتصف العمر ما بتحب العالم، بس هي بداية جديدة اكيد.
تتعلم كيف تستمتع. ধিমার ভোলা ভালা বাতাসে পায় না নেই তার টুইটার হোয়াটসঅ্যাপের পায় না সে বেবি ফুল বাবু বেবি ফুল টাইপের দেখেনি কোন মুভি ক্যাটরিনা কাইফের অ্যাক্ট্রেসে বেচারা খায় খাবি হাইলি মা কালি বুকে তবু মুখে নেই স্মাইলি ঘড়ি দেখে পাঁজি দেখে সেক্সটাও মগজে ম্যারিটালে নেই কোনো ايه الو خمس دقايق وبوصل عن جد ولا يهمك ولا يهمك ايه شو وينك صار لي كتير واقفه وناطرتك قلي شو لابس ايه وين يعني قلي طيب لكان أنا ما بتأخر شوفي ديمان بابا؟ وينه؟ ما بعرف وين بس هي ريحة عطره أوف أمي شبك في كتير ناس بتحط نفس ريحة العطر يعني مو ضروري يكون هو امشي فوت ديمان بولا بحالا بطاشي باينا نيتر تويتر واتساپر باينا ধিমার ভোলা ভালা বাতাসে পায় না নেই তার টুইটার হোয়াটসঅ্যাপের পায় না সে বেবি ফুল বাবু বেবি ফুল টাই হ্যালো এই يلا جاي جاي خليكي لا ما عم صدق انت هون انا مستعجل لا خليك مين هو اللي راكض وراك ولا حدا امشي لا 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 استنى بتعرف اسمع الباص اللي مسافر فيه اي هذا الباص بالعاده لحظه امسك هدول اي بسرعه خدوه اي جاي جاي شو في حدا بده يلاقيك هون لا أنا رايح لا لا استنى هذا الباص اللي منسافر فيه بتعرف أنه بسرعة خلصني هذا الباص حالته بتزعل وما بعرف شو بدي لك هو بطلي وأنا كنت مستعجل وكان في عندي عرس قريبيني ولازم روح مشان أحضره إيه المهم إيه؟ بتعرف شو حطوا أكل بسرعة لا بالأول بدك تحزن ما بعرف بطيخ حلو قلي وحطوا قطع أوزي كبيرة على شكل دوائر تعرف أنه أبي كمان كان بحب الأوزي كتير وخصوص المدور وبين جده لأبي كان بميمينسينج والعرس كمان كان لقرايبتي هنيك وأنا وقت وصلت فتت فورا لعندهم وماما كانت هنيك وانبسطت شو رأيك؟ امسك هدول لحظة شو رأيك؟ لك يا غبي صار لي ساعة لك إني مستعجل وإنت ما بقى تخلص واعد عم تحكي لي عن قصة ميمين سينج شو دخلني بهالحكي هاد لك أنت ما بتفهم هات واحد غبي معقول؟ لا مو معقول Mm-hmm.